طيب هنروح لكرة السلة، كرة السلة رجال خلاص المنتخب رجع، بدأنا الدوري والكأس. النادي الأهلي كان عنده مباراة مع أصحاب الجياد، المباراة كانت اتلعبت امبارح أيضا على صالة الأمير عبد الله الفيصل، فزنا في المباراة بنتيجة 84-64 فرق 20 نقطة. طبعا المباراة اللي جاية هتكون مع نادي الزمالك يوم السبت القادم قبل النهائي، الزمالك فاز الناحية التانية مباراته وتأهل لدور قبل النهائي، كسب الاتصالات، وإن شاء الله هيكون المباراة اللي جاية هتبقى في مجمع الدكتور حسن مصطفى الساعة 8:30 يوم السبت. كل التوفيق لفريقنا، يمكن عندنا بعض الإصابات، عندنا عمر عزب رجع مع المنتخب مصاب، عندنا عمر طارق رجع مع المنتخب أيضا عنده إصابة في ركبته، عمر عزب إصابته هتقعد فترة طويلة شوية، يمكن عنده كسر في الأنكل، ودي الحقيقة إصابة من الإصابات اللي إحنا الحقيقة ما بنشوفهاش إلا في حوادث السيارات الحقيقة بعد الشر يعني، انما ما شفتش ملعب كسر في الانكل ده كتير، ممكن يجي تهتك سبين انكل جامد، انما كسر في شظية الانكل دي حاجه ما شفتهاش انا بتاريخي كله. الحاجه الثانيه انه عمر طارق وقع ركبته في المنتخب في السنغال، حصل نزيف داخلي في الركبه، عمل تجمعات، محتاج علاج طبيعي، ولكن الحمد لله ما فيش تدخل جراحي. طب هياخد قد ايه؟ اسبوعين. طب فات منهم قد ايه؟ فات 4-5 ايام، يعني بنتكلم ان شاء الله على المباريات المهمه يبقى عمر طارق موجود. الحقيقه الاسبوع ده عندنا مباريات كتير قوية، مباريات قمة الحقيقة الأسبوع ده ورا بعض. عندنا الجمعة إن شاء الله دوري محترفين كرة اليد اللي احنا كنا لسه بنقول من شوية، مباراة الأهلي والزمالك اللي هتتلعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى الساعة 6، المباراة دي مهمة جدا في مشوار الدوري، ده أول لقاء هنلعب لقاءين، ده أول لقاء منهم في الدوري المجمع الأولى، ده يوم الجمعة. يوم السبت اللي وراه على طول عندنا مباريتين، دوري كرة اليد سيدات الأهلي والزمالك على صالة الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والمباراه الثانيه نهائي كاس مصر او قبل نهائي كاس مصر، انا اسف قبل نهائي كاس مصر لكره السله الساعه 8:30 على مجمع الدكتور حسن مصطفى. يوم الاحد عندنا مباراه الاهلي والزمالك ولكن في كره الطائره، المباراه هتكون في صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، هتبقى الساعه 8 مساء باذن الله. بالمناسبه هنقول لكم الاخبار دي كلها جايه، ولكن انا بديكم ملخص للمباريات الاسبوع الجاي. يوم الاثنين دوري السيدات الكره الطائره الساعه 6 مساء، النادي الاهلي لم يتحدد على الصاله الكبيره او الصغيره، برضو الاهلي والزمالك بس ما تحددش هنلعب على الصاله الكبيره ولا الصاله الصغيره. خمس مباريات ولكن هتبقى عندنا في الاهلي، هي في الاهلي ولكن في الصاله الكبيره او الصغيره لسه ما تحددش على حسب البث التلفزيوني، لان الحقيقه في الصاله الصغيره بيبقى الارسال صعب شويه منها، ولكن الصالة الكبيرة على حسب البث التلفزيوني هتبقى هناك ولا مش هناك. دول خمس مباريات او المهمين عندنا الاسبوع ده، يمكن اسبوع حافل بالمباريات مع نادي الزمالك. طيب هنروح لكرة يعني خلينا نتكلم الاول عن كرة السلة. الرجال عندنا قبل النهائي نلعبه، هنخلص قبل النهائي الحقيقة لم يتحدد ميعاده حتى الان. طيب يوم الاثنين قبل النهائي تحدد خلاص، يوم السبت عندنا النهائي هيبقى يوم الاثنين، غالبا النهائي يعني المتوقع هيبقى اتحاد اسكندري، فاذا ربنا كرمنا ان شاء الله وتخطينا الزمالك باذن الله يوم السبت ان شاء الله هيبقى عندنا يوم الاثنين باذن الله مباراه هتبقى الاتحاد الاسكندري. يا رب كل التوفيق لكره السله، دي رابع بطوله الحقيقه يشارك فيها مستر اجوستي بوش السنه دي كمدير فني، لانه طبعا الثلاث بطولات اللي فاتوا فاز فيهم، بطوله القاهره، بطولة العربية، وبطولة المرتبط، يمكن دي رابع بطولة لمستر أجوستي بوش المدير الفني في وقت صعب الحقيقة، عنده إصابات وإصابات يعني لعيبة رجع من إصابات زي مروان سرحان، عبد الله ناصر، لعيبة مجموعة كبيرة برضو رجع من إصابات. كاميرا الأبطال كانت موجودة في آخر ماتش لينا مع الجياد، صورنا التقرير ده نتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله على المكسب، واكيد في يعني فريق الجياد اجتهد، اكيد في فرق امكانيات ما بين الفرقتين، بس هم اجتهدوا ولعبوا ماتش كويس جدا، وهم فرقه محترمه ومعاهم كابتن وسام مجاز على اعلى مستوى. اكيد دي مرحله مهمه، الماتش الجاي هيبقى سيمي فاينل الكاس ان شاء الله نعدي فيه، هيبقى كده هيبقى فيه فاينل كاس. ماتشين يعني، ماتش جاي زمالك، الماتش اللي بعديه هيبقى كسبان من الجيش والاتحاد. ماتشات يعني هتخش في مرحله اصعب، ان شاء الله مركزين، بالرغم ان يعني لينا يعني كومنت كده ان احنا بقالنا شهر واكتر واقفين،
المفروض يعني عايزين نتفادى الموضوع ده في المستقبل، ان احنا طبيعي ان احنا نخش يعني نرجع من التوقف على مباريات تبدا تجهز قوي اللعيبه الاول للمباريات الحاسمه. يعني كان ممكن نبدا بالبيست اوف 5 اللي هو في دور الثمانيه للدوري، وبعدين نبدا نلعب كاس مصر، لان انت بتتكلمي على ماتشين ثلاثه بيحسموا بطوله، فطبيعي ان اللعيبه تبقى في التوب فورم بتاعها، اللعيبه تكون واخده ماتشات، ما نجيش يعني زي ما بيقولوا كده من الدار للنار، يعني ما نجيش ان احنا واقفين خالص، نلعب ماتشين بريتم عالي زي الماتشين اللي جايين مثلا زمالك او اتحاد، وده بيؤدي اصلا لاصابات سواء للاعبتنا او اللعيبه الفرق الاخرى. يعني احنا عندنا ماتشات كتير واصابات كتير، احنا لغايه دلوقتي عمر طارق ما دخلش معانا، بيدو ما دخلش معانا، مروان سرحان، عمر عزب، اربع خمس لعيبه منتهى الاهميه طبعا الفرقه، لكن احنا مش هيبقى في اي اعذار للاصابات، احنا هنقاتل على المكسب باي خمسه في الملعب ان شاء الله باذن الله، نحاول نجيب البطوله دي كمان ان شاء الله مع البطولات اللي فاتت السنه دي، وان شاء الله يبقى الكاس من نصيبنا باذن الله. الماتش ده طبعا فرقه محترمه وكل حاجه، بس احنا هدفنا السيمي فاينل والفاينل البطوله كلها عموما، واحنا كنا بنجهز الماتش ده يعني لماتشات الثانيه السيمي فاينل والفاينل، والحمد لله يعني على المكسب وكل حاجه، بس يعني كان في احسن من كده، والكوتشين طبعا كان في احسن من كده، بس احنا مركزين اكتر في الفاينل والفاينل ان شاء الله. مستر جوستي طبعا مجهز للحوار ده من بدري، لعيبه المنتخب كان بيتمرن واحنا هنا كنا بنتمرن برده، يمكن اكتر من بتوع المنتخب، عشان دايما نفضل جاهزين، وطبعا زي ما احنا عارفين الاهلي محضر، احنا جاهزين لاي حاجه يعني ان شاء الله. الحمد لله على الفوز، الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله احنا داخلين بطوله ده حصاد الموسم كله، كاس مصر والدوري، هنبدا ان شاء الله بكاس مصر، ده اول ماتش الحمد لله بدايه كويسه للفريق. الصراحه الماتشين الوديين اللي احنا لعبناهم فرقوا معانا، عشان التوقف اللي انت بتقولي عليه اللي هو قعدنا بتاع حوالي شهر ما فيش ماتشات، فلعبنا ماتشين وديين يمكن اخذنا مود الماتشات شويه. مركزين الحمد لله، وربنا يكرم السيمي فاينل والفاينل باذن الله. احنا عندنا هدف واحد وهو الفوز، اللي موجود هيشيل، وده اللي تعودنا عليه دايما في النادي الاهلي، ان انت بتنزل تموت نفسك وبتعمل اللي عليك، والتوفيق ده بتاع ربنا. يعني طبعا نفسنا ان احنا نبقى كاملين زي اي فرقه ثانيه ونلعب كاملين، وده هيفرق معانا جدا، بس خلاص احنا اتحطينا في ظروف دلوقتي ان اللي موجود هو اللي لازم يشيل، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله ونكسب البطوله باذن الله. وعندنا ان شاء الله الزمالك في سيمي فاينال يوم السبت، كوتش هيبدا يركز عليه من بكره ان شاء الله في التمرين، هندخل في معسكر وربنا يكرمنا في اللي جاي، يعني ناخد ماتش بماتش، يعني بلاش نسبه الاحداث.